بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو صغير نور عليه على طول. فيديو صغير عن تركيب الجهاز. الجهاز ده اسمه دكتور محمود حماد مسعود. الجهاز عبارة عن ايه؟ عن عمود من النحاس بيتخرط شكل المغناطيس، بينتهي بطبة. الطبة دي بتساعد على ان انا انظف المغناطيس. فكرة بسيطة وجميلة. ماشي فكرة بسيطة وجميلة. يبقى قلنا الطبة لسهولة الايه؟ تنظيف المغناطيس. هو شكل مغناطيس التجريع على طول، تمام؟ المغناطيس بينتهي بخطاف. نور على الطبة. ينتهي بخطاف. الخطاف ده حديد مربوط جلاوز في الجهاز. يعني اللي يعملوا نفس مواصفات المغناطيس التجريع. وادي الخطاف ده من الحديد بجلاوز بيتربط في الجهاز نفسه، تمام؟ بعد كده بنتصل بالخطاف بسلسلة 3 متر. لازم 3 متر، ما تجيش عن 3 متر. السلسلة 3 متر بتنتهي بحلقة. بتنتهي بحلقة، الحلقة دي بنحطها حوالين قرن الحيوان كده. بيتحط حوالين قرن الحيوان بحيث ان انت وراك مشوار تحط حوالين القرن وتروح تسيبه من الليل للصبح، ملوش اي اضرار. الجهاز ده هو ممكن تسيبه من الليل للصبح ساعتين ثلاثه تقضي مصالحك وتيجي تطلعه من الحيوان. الجهاز ده هو يقول لك في الجاموس، ايوه في الجاموس بندي مهدي وننام الحيوان على جنبه، تمام؟ وننزل فيه الجهاز، يعني ننام الحيوان على جنبه زي الجاموس وترفع راسه لفوق وتروح منزل فيه الايه؟ الجهاز هيبل على طول، تمام؟ الجهاز ده هو الجهاز الوحيد اللي ليه قدرة على ان الحيوان يرجع. اول ما لما تكون فيه لكمة في الحيوان وعايز تبلعه للحيوان، تمام؟ تبص تلقى الحيوان بيرجع بنص جردل بالجردل. الجهاز ده الوحيد اللي يقدر يخلي الحيوان ايه؟ يرجع، تمام؟ الناس اللي بتقول المسمار ممكن يجرح وهو طالع. المسمار بيبقى جوه العب ده هو. جوه العب ده هو، تمام؟ جوه العب ده هو. فبيطلع عادي المسمار ولا يجرح ولا حاجه ابدا، والجهاز جميل وملوش اي اضرار على الحيوان. ازاي اعرف ان الحيوان ده بالع ولا مش بالع؟ لو الحيوان مش بالع بيجيب له براده بتبقى جايه مع الاكل والعلف، تمام؟ لكن لما يكون هو بالع بيطلع المسامير او السلوك، لان المغناطيس ملوش اختياريه، هيطلع، تمام؟ الجهاز ده هو يعني ممكن من اول لحظه يقع في الريتيكولم ويجيب المسامير، يعني ممكن يقع في اول لحظه، بس احنا بنسيبه من ساعه لساعتين لنص ساعه على اساس ان احنا نمكن ان الكرش يودي الجهاز للريتيكولم، لان الريتيكولم ده مقر المعادن، والمغناطيس كونه كمعدن بيروح نازل على المعادن دي هي ويجيبها على طول. جهاز جميل وجهاز حلو ولا غنى لاي طبيب عنه. واحد يقول لك طب ما المسمار بيبقى خرم في الشبكيه، طب ما المغناطيس بيخلعه، المغناطيس يفضل يشد فيه يلقط فيه لما بيطلعه، المغناطيس قوي، تمام؟ فالجهاز ده انا شغال بيه من 2005، ادي له يجي 15 سنه معايا ولا ليها اي اضرار ولا ليها اي حاجه، ويمكن للحيوان ياكل والجهاز ده جواه، يعني بسيب الحيوان ياكل والجهاز ده جواه عادي، مفيش اي مشكله. الجهاز ملوش اي اضرار نهائي. ماشي، دكتور محمود حماد مسعود. يبقى انا سميته بالطريقه دي، اسمها دكتور محمود حماد مسعود، وادي لي 15 سنه شغال بيها زي الفل. بس انا عملت اعلان للجهاز ده هو علشان زمايلي كلهم يعرفوه لوجه الله مش اكتر، بس لكن انا بشغل بيه زي الفل، ممكن اشتغل مع الفلاحين وما اوريش لحد خالص، لكن انا عايز ان العلم ينتشر يعني كل طبيب معاه جهاز من ده هو. الحيوان بالع يبلحوله على طول وينزل، وطريقه سهله ومفيده للفلاح ومش مكلفه ولا تغيير على الجرح ولا الجراحه. انا بعمل جراحه من وانا في سنه تانيه في الكليه بعمل الجراحه، قيصريه في الكامل، قيصريه، فتح كرش، ما يهمنيش، بس انا يهمني ان الجهاز ده هو بسيط وبيقلل التكلفه على صاحب الحاله
وشكرا دكتور محمود حماد المنياوي.